نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله على بركة الله. نبدأ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سوف نتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله عن دلالات الألوان في القرآن. نحن نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير لون، من غير أن يميز كل شيء على حدة، فلذلك الألوان جميعها مهمة في حياتنا. وفإن القرآن وما يحتويه من وفرة بغية وعلمية وقصصية لدليل على أنه معين لكل من أراد العلم والاستنارة وفهم معاني الحياة. ولا شك أن القرآن الكريم هو المعجزة التي لا زالت تتدفق بما فيها من حجج وبراهين. أولا، الألوان في القرآن تحمل مدلولات رمزية وأهداف جمالية وأخلاقية، وهي معجزة بحد ذاتها. لا شك أن بلاغة القرآن أسكتت جميع البلغاء والفصحاء، ومن دعائم بلاغة القرآن وروعة المفردات وجود الصور الفنية والكلمات وغيرها. أيضا من إعجاز القرآن أنه أتى ببعض الألوان التي دعت إلى التي قامت بإضافة الصور القرآنية حتى تلعب دور مهم في الدلالات للآيات القرآنية. أولا سوف نتعلم أو نتعرف على ما هو اللون. اللون هو عبارة عن الانطباع الذي يولده النور على العين، فكل لون يجب أن يتخذ قيمة معينة بالنسبة للبيئة الذي تحيط به. فعبارة هو الضوء هو عبارة عن موجات ضوئية اهتزازية تدركها العين، وهذه الموجات إما تكون قصيرة أو طويلة وفقا لقصر أو طول الموجة. فعندنا مثلا اللون الأبيض هو الذي يمتص كامل النور، فهو أطول الألوان طول موجي، أكبر الألوان طول موجي، ويعكس جميع الموجة التي تدخل عليه. لذلك أولا دلالة الألوان. في عن كل إنسان ممكن أن يفضل بعض الألوان ولا يفضل بعضها الآخر، واختيار الإنسان للون ممكن أن يرجع إلى ناحية نفسية أو فسيولوجية أو اجتماعية، أو ممكن ترجع إلى أيضا عادات وتقاليد. كل لون له معنى نفسي ممكن أن يؤثر على تصرفات وحركات الإنسان. مثلا لو أتينا إلى اللون الأخضر، نلاحظ أن اللون الأخضر هو لون هادئ يريح الأعصاب، يشعر بمرور الوقت ببطء، على عكس اللون الأحمر. اللون الأحمر هو لون مثير للأعصاب، مهيج ومقلق، ويؤدي إلى الشعور بالملل. هذه بالنسبة لدلالات الألوان من الناحية النفسية. لو أتينا إلى دلالات الألوان وتعريفها بالقرآن الكريم، نلاحظ أن القرآن هو معجز من حيث آياته وكلماته، فكل لون أتى في القرآن الكريم له دلالة خاصة متميزة عن الآخر. أيضا ممكن أن يوجد أكثر من دلالة في القرآن الكريم. في عندنا الألوان الأساسية التي ذكرت في القرآن هي الألوان اللون الأحمر والأزرق والأصفر. هذه الألوان هي تسمى ألوان أساسية. عندما نخلطها مع الألوان الثانوية ينتج عنا لون جديد. ألوان الثانوية عندما ممكن أن نخلط هذه الألوان، لما نخلطها مع بعض تنتج عندنا ألوان ثانوية. ذكر القرآن لون واحد من الألوان الثانوية وهو اللون الأخضر. إذن في هذه الحالة ذكرنا اللون الأحمر والأزرق
والأصفر، والآن ذكرنا الأخضر. بقي عندنا اللون الأبيض والأسود، هما عبارة عن لونان أساسيان يمثلان النور والظلام، ومن غير الممكن أن يتكونان بمزج مجموعة من الألوان مع بعضهما البعض. أولا عندنا كلمة لون ذكرت في القرآن الكريم 9 مرات. كلمة لون لها معنيان أو مدلولان. ممكن كلمة لون تدل على ماهية اللون. ما معنى ماهية اللون؟ ماهية اللون أي أنه تدل على اللون الأحمر. اللون ما هو اللون؟ أنه أحمر. ما هو اللون؟ أنه أصفر. ما هو اللون؟ أنه أزرق. وأيضا ممكن أن تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى والتفكر في مخلوقاته وقدرته، مثل هذه الآية في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. نلاحظ أن هنا كلمة ألوانه أتت بمدلول تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه يضرب لنا المثل. وأيضا في هذه الآية في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نلاحظ أن هنا كلمة ألوانكم أتت بأنها تدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، في حين لو أتينا إلى هذه الآية قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هنا أتت عندنا كلمة لونها حتى تبين لنا مدلول اللون بأنه اللون أصفر، في حين أن الآيات القبل ذكرت لنا عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن ننتبه لنقطة، هناك بعض الآيات بعض الألوان ذكرت في الآيات بسبب مضمونها. مثلا لو أتينا إلى النور نلاحظ أنه يدل على اللون الأبيض، ظلام يدل على اللون الأسود أو الجهل أو وهكذا، ولكن هنا نحن سنتحدث في هذه الدورة عن مدلول اللون عندما ذكر في الآية بصورة صريحة وليس مشتقاتها. ما بدنا نأخذ كلمة النور ونقول أنها تدل على اللون الأبيض راح نتحدث، لا، سوف نأخذ كلمة لون أبيض أو بيضاء، مشتقات كلمة الأبيض وليس مضمونها، تمام؟ نأتي على دلالات الألوان في القرآن. مثل ما قلنا أن هناك بعض الألوان ذكرت في القرآن، كل لون له مدلول خاص به، إما له أكثر من مدلول أم مدلول واحد. أول هذه الألوان التي ذكرت في القرآن: لون أصفر، الأبيض، الأخضر، الأسود، والأزرق، والأحمر، والأخضر المسود، والوردي. سوف نتحدث عن كل واحد منهم على حدة إن شاء الله. نأتي أولا على اللون الأصفر، سوف نتحدث عنه من ناحية نفسية، من ناحية علم نفس، وبعدها سنتحدث عنه من خلال الآيات. أولا اللون الأصفر من ناحية علم النفس يعتبر من أشد الألوان توهج، ويمثل قمة الإشراق لأنه هو لون الشمس ومصدر الحرارة والحياة والنشاط والحيوية. له أيضا دلالة تناقض هذه الدلالة على أنه يمثل الكسل والحزن والهم
والموت والفناء. ممكن أن يأتي في بعض المزروعات في فصل الخريف نلاحظ تساقط أوراق الشجر تتساقط باللون الأصفر، فهي دلالة على تيبس الأوراق في الزروع. ممكن أن نلاحظ اللون الأصفر في الغلاف الجوي وهو إحساس بقرب عاصفة شديدة. ممكن نلاحظ أيضا في الصحراء والرمال وهو دليل على القحط والجفاف. نأتي على اللون الأصفر في القرآن، ذكر 5 مرات في 5 آيات، ذكر في لفظ كلمة صفراء مرة واحدة، ذكر مصفر حوالي 3 مرات، وذكر في كلمة صفر مرة واحدة. دلالات اللون الأصفر في الآيات القرآنية لها 3 مدلولات، إما إدخال السرور على من ينظر إلى هذا اللون إذا كان في الحيوان، أو الإفساد والدمار إذا كان في الريح، أو الفناء واليبوس والتهشم إذا كان في الزروع. نأتي أولا على الآية الأولى في قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تتناول هذه الآية قصة بقرة بني إسرائيل. نحن جميعنا نعلم هذه القصة لأنها حدثت في عهد موسى عليه السلام، وهي أن رجل كان يملك ثروة عظيمة ولم يكن له إلا ابنة واحدة، فأراد ابن أخيه أن يستولي على ثروته، فأخذ عمه وقتله وحمل الجثة إلى قرية مجاورة حتى يتهم أهلها بأنهم قتلوا وأن يطالبهم بديته، ولكنهم هم أنكروا ذلك، ولكن إنه مو أنكروا لأنهم هم لم يفعلوا ذلك، فحدثت بينهم بعض المخاصمات وكادت أن تكون فتنة عظيمة، لذلك خاصموا إلى سيدنا موسى عليه السلام، فكان الحل يتضمنه وحي من الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة وأن يأخذوا جزء منها ويضربوا الجثة ببعض منها، ولكنهم شددوا على الله في الأسئلة فشدد الله عليهم في اختيار البقرة. لو أتينا إلى اللون الأصفر في إلى كلمة صفراء في هذه الآية، نلاحظ أن كلمة صفراء وبعدها كلمة فاقع. قد يتبادر إلى ذهن القارئ أو سامع هذه الآية أن اللون الفاقع هي صفة اللون المعتاد عليها عندما نقول أزرق فاقع، أحمر فاقع، أنه مثير للعين وممكن أن يسبب وجع للعين، ولكن هذا الذي أثار تساؤل الباحثين كيف أنه فاقع ويسر من نظر إليه، فهناك تناقض. ولكن من حيث رجعوا إلى علماء النفس قالوا أن اللون الأصفر إذا خلط باللون الأبيض يعتبر مهدئ للأعصاب ويكسب النفس السرور، لذلك يستخدموه بعض الأطباء النفسيين في طلاء غرف المرضى. أما اللون الأصفر الفاقع من غير مخالط باللون الأبيض فهو مثير للعينين وغير مريح، وهنا يأتي اللبس بين كلمة صفراء فاقع وبين تسر الناظرين. ولكن عندما رجع العلماء إلى معاجم اللغة العربية وجدوا أن كلمة صفراء من الصفرة المعروفة، وفاقع أي أنه صافي اللون من شدته صافي، حتى أنه فاقع يميل إلى البياض من شدته، لذلك هو فاقع يميل إلى البياض من شدته، دخل مع اللون الأصفر اللون الأبيض، لذلك أصبح يسر من نظر إليه، فهو يدعو إلى الطمأنينة والراحة. الآية الثانية
قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا أو مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن أرسلنا على زروعهم ونباتاتهم ريح مفسدة فرأوا نباتاتهم قد فسدت بسبب تلك الريح فصارت حطام وأصبحت من بعد خضرتها يابسة مصفرة وحطمة لا أصبحوا من بعدها يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويجحدون نعيمه. نلاحظ هنا أن اللون الأصفر دلالة على يبوسة الزروع وأنها ستصبح يابسة متهشمة بسبب هذه الريح الآتية عليها، لذلك هو يدل على يبوسة الزروع وتهشمها. نأتي على الآية الثالثة، أيضا تدل الآية الثالثة نفس مدلول الآية الأولى التي هي قوله تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. كلمة هنا مصفرا أي أنه الله سبحانه وتعالى عندما ينزل من السماء ماء سوف ينبت فيه هذه الزروع المختلفة من حيث ألوانها أشكالها طعمها ريحها وغيرها، ثم يهيج فتراه مصفرا أي من بعد ما تنضج ستصبح كبيرة في السن فتراها مصفرة قد خالطها اليابوسة وبعدها سوف تصبح حطام. لذلك ضرب الله لنا هذا المثل حتى نتذكر ونتعظ ونتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية أيضا في الآية الرابعة تدل كلمة مصفرا على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وأنه مثل هذه الحياة الدنيا التي اتخذها الناس هي عبارة عن لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، مثل هذه الحياة كمثل نبات كبر وعجب به الزراع بسبب نمائه وجودة غلته، بينما هو على هذه الحال إذا أصبح من بعد الخضرة يابس مصفر وجف وما هذه الحياة الدنيا إلا هي مزرعة للآخرة، فمن أجاد زرعها حصد وربح ومن توانى وكسل ندم أشد الندم لا ينفع الندم. ففي هذه الثلاث آيات هي تدل على نفس المدلول التي هي تدل على تهشم الزروع وفسادها وتحطمها. آخر آية ذكرت اللون الأصفر عندنا في قوله تعالى: كأنه جمالة صفر. هنا قوله تعالى صفر أي أن الله شب الشرارة حين تنطلق من النار باللون الأصفر. نحن نعلم أن اللون الأصفر هي لون الشرارة إذا ابتعدت عن لهبه، إذا ابتعدت الشرارة عن لهبها يصبح لونها أصفر. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يصف نار وجحيم جهنم فشبهها بالصفر أي أنها من شدة لهبها أصبح لونها أصفر. هذه بالنسبة للون الأصفر، تمام؟ نأتي على اللون الأبيض. اللون الأبيض هو ثاني الألوان ذكر في القرآن، ذكر 12 مرة في 12 آية مختلفة. قبل ما نبدأ باللون الأبيض سنذكر من حيث علم النفس، اللون الأبيض يتحدث عن البياض وهو قمة النقاء والصفاء والوضوح، ويوحي بمعنى تطمئن له النفس وتحس الصفاء والسكينة، ويبعث على تفاؤل والسرور، وكذلك تزدان به الأفراح في مختلف البلدان. أتى لفظ الأبيض، كلمة الأبيض ذكر مرة واحدة في القرآن، بيضاء ذكرت في ست مواضع، ابيضت ذكر في موضعين، و
في وصف خمر الجنة ذكر مرة واحدة. دلالاته من حيث الآيات من ذكر من حيث الضياء والصفاء والصباح وأشراق الشمس إذا كان في وقت الفجر، لون وجوه أهل السعادة، بعض الأمراض ممكن، معجزة موسى عليه السلام، ولون بعض الجبال، ولون مشروبات أهل الجنة. نأتي أولا على قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هنا دلالة اللون الأبيض في هذه الآية يدل على الضياء والصباح وإشراق الشمس إذا كان في وقت الفجر. هذه الآية أنه كان في بداية فرض الصيام، من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى الليلة الثانية، فكان يبتدئ من النوم وليس من طلوع الفجر. بعدها أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأخبروه بأنه يشق عليهم ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأنها تبيح لهم الأكل والشرب والجماع طول الليل حتى يتبين لهم الخيط الأبيض الذي هو وقت الفجر. الآية الثانية في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لفظ هنا تبيض دلالة على لون وجوه أهل السعادة يوم القيامة، فهي تدل على يوم القيامة تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله ورسوله وامتثلوا لأوامره، وتسود وجوه أهل الشقاوة ممن كذبوا رسوله وعصوا أمره. هذه الآية قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هنا أيضا بيضت على وجوههم بيضة بسبب السكينة والطمأنينة والراحة التي عايشين فيها في الجنة. نأتي على مدلول آخر للون الأبيض في قوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بيضاء هنا، كلمة بيضاء في هذه الآية تدل على ماهية اللون، ماهية اللون على أنه اللون الأبيض الخالص. ذكر اللون الأبيض من حيث ماهية لون الأبيض في أكثر من آية. في هذه الآية: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وفي أيضا: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وفي قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذه الآيات جميعها تتحدث عن مدلول واحد للون الأبيض، لأن فهو اللون الأبيض الخالص، أي أن الله يأمر سيدنا عيسى عليه السلام أن يدخل يده في جيب قميصه حتى تخرج بيضاء كالثلج من غير برص تبهر الناظرين إليها.
فهو يدل على ماهية اللون الأبيض، اللون الأبيض الخالص. نأتي على هذه الآية في قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. دلالة هنا كلمة وابيضت تدل على المرض، أي أن غلب بياض العين على سوادها، وبذلك فقد الإبصار بما أصاب عينه من البياض، وهو ممتلئ من الهم والكرب والحزن، فدل هنا اللون الأبيض على المرض. هذه الآية تدل على ما دلها من الآيات السابقة، موسى عليه السلام. نأتي على مدل آخر اللون الأبيض، وهو قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يقول الله سبحانه وتعالى هنا منبه على عظيم قدرته، على أن الماء ينزل من السماء فيخرج ثمرات مختلف ألوانها، منها الأبيض والأصفر والأحمر والأخضر وغيرها إلى غير ذلك من الألوان. أيضا هناك اختلاف في ألوان الجبال، من الجبال منها ما هو أحمر ومنها ما هو بني وغيرها. في هذه الجبال يوجد بعض الطرائق التي تسمى جدد، هذه الجدد في مختلف ألوانها، منها الأبيض ومنها الأحمر ومنها غير ذلك، فهنا اللون الأبيض يدل على لون بعض الجبال، لون بعض الجبال في هذه الآية. أيضا مدلول آخر للون الأبيض في قوله تعالى: بيضاء لذة للشاربين. هنا مدلول اللون الأبيض أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نعيم أهل الجنة وهم في الجنة، فيقول يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها، بيضاء في لونها ولذيذة في شربها، ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. فهنا بيضاء من حيث لونها، فهي بيضاء من حيث لونها. آخر مدلول للون الأبيض قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. هنا أيضا يتحدث عن نعيم أهل الجنة، فشبه الحور العين ببيضة النعامة بأنها تحافظ على بيضها فهو مكنون، مكنون أي أنه محفوظ، فهي تحافظ عليه من الفساد أو أن يأخذه أحد، وكذلك الحور العين بأنها محفوظة في مكان لا ترى فيه بسبب حسنها وجمالها، وهن كذلك بسبب نعومته ولطفها. فإذا لون كأنهن بيض دلالة على حسنها وجمالها للحور العين، لأن الآية تتحدث عن الحور العين. في هذه الحالة نكون قد أنهينا، تحدثنا عن دلالات الألوان من حيث علم النفس، تحدثنا عن دلالات اللون الأخضر، تحدثنا عن دلالات اللون الأبيض. نقرأ الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.